بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. لماذا علينا أن نكثر من الدعاء؟ ما هو السلاح الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وآله للنجاة من أعدائنا ولكي يدر الله سبحانه وتعالى أرزاقنا بشكل واسع وكبير؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن الدعاء سلاح المؤمن، أي بمعنى بأن الأوراد والأذكار والأعمال التي تقوم بها، صليها أو اذكرها أو اقرأها صباحا ومساء، هذه قاعدة. كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما أبرم إبراما. فلان غير مكتوب عليه أن يتزوج، فلانة غير مكتوب عليها أن تتزوج من فلان، فلان لا يبني بيتا، فلان لا يشتري هذه القطعة، فلان لا يشتري هذه السيارة، فلانة لا تشفى من هذه المرض والعلة، ولكن الدعاء يرد القضاء المبرم ولو أبرم إبراما. فأكثر من الدعاء كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء، فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه. لذلك الدعاء أمر مهم جدا جدا عند أهل البيت عليهم السلام. فدائما وأبدا كن كثير الدعاء إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.